إلى كل المستفيدين، هنيئاً إلى الجزائر. أنتم ترون اليوم ربع مليون وحدة سكنية يوزع عبر تراب الجزائر. كل العملية ستتواصل في الأشهر والسنوات القادمة، ولقد سمعتم ما تفضل به السيد الرئيس وقال لكل الحق في السكن. راني فرحان فرحان فرحان، كل الليلة نموت نفرح، الحمد لله وبارك الله في كاع اللي ساهم في هذه القضية تاع اليوم. الحمد لله بعد انتظار طويل وكل ما قرعناش، الحمد لله اليوم راني طايرة بالفرحة، وأتمنى لكل اللي ما عندهمش مساكن السكن يفرج عليهم ربي ويسكن إن شاء الله يا ربي. الحمد لله يا ربي استفدنا من السكن، عقوبة إن شاء الله. نشكر السيد الوالي ورئيس البلدية، عقوبة إن شاء الله اللي مازال إن شاء الله يدو إن شاء الله.